السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرؤوف محمد مختار الغبيج، فرقة الأولى بحرية فوج الشط. اليوم ناخذ درس الفنون البحرية أو درس العقد، وبنتكلموا على أكثر العقد استخداما في حلقة البحرية. خليك العقدة معشا. العقدة المربعة. العقدة المربعة لها أكثر من اسم، سماها العقدة المسطحة والعقدة الأفقية والعقدة الشراعية. سماها العقدة الشراعية لأنها يستخدموا فيها في القوارب الشراء، وسماها العقدة المسطحة لأنها يستخدموا فيها في الإسعافات وما تضيقش على مريض، وتستخدم في الحياكة الزخرفية طبعا، وفي ربط حبلين متساويين. الطريقة بتاعها تاخد الحبل اليسار تحطه على اليمين وتلف، تاخد الحبل اليمين وتحطه على اليسار وتلف. هذه المربعة. من مميزات المربعة ان هي كل ما تزيد تشحط كل ما يسهل فكها، يعني كل ما تزيد تشحطها كل ما تولي سهلة الفك. ثاني عقدة، العقدة التمانية. العقدة التمانية والحبكة التمانية استخدموا فيها في تسلق الجبال، ويستخدموا فيها في الإبحار في الماسكات. في نهاية كل ماسكة الخيط يديروا له في ربطة تمانية عشان الخيط ما يهربش. لما ينجبد الخيط الربطة تشد أو الحبكة تشد. الطريقة بتاعها ناخده الطرف الإشرار من الحبل ونديروا له لفتين جهة اليمين الأولى الثانية، وندخلوا الحبل اليسار من تحت في الحلقة. هذه العقدة الثمانية، سموها العقدة الثمانية لأنها على شكل ثمانية اسمها فيها. المميزات متاحها أن هي كل ما تزيد تشحط كل ما تزيد قوتها، يعني عكس المربع كل ما تزيد تشحط كل ما يسهل فكها. ثالث عقدة اليوم بناخدها العقدة الشراعية أو عقدة الخلية المنفردة، لها اسمين والاسم الأكثر استخداما هو العقدة الشراعية. تستخدم في القوارب الشراعية، تستخدم في نهاية عقدة البرميل. في نهاية كل عقدة برميل نديروا عقدة شراعية، وتستخدم في عمليات الإنقاذ. تستخدم في عمليات الإنقاذ، يعني حتكون من مميزات العقدة إن هي تتحمل الأوزان الثقيلة والأجسام الثقيلة، يعني مميزاتها إن هي قوية وتتحمل الأجسام الثقيلة. الطريقة بتاعها ناخدو الحبل إيسار بنديرو حلقة الإيسار على اليمين، وناخدو الطرف الإيسار ندخلوه في الحلقة من تحت، وننزلو من جهة الإيسار ونركبو من جهة اليمين ونرجعو للحلقة. هذه العقدة الشراعية أو عقدة الخلية المنفردة، تقدر تستخدمها لربط الخرفان، ما تضيقش على الخروف وقوية ما يقدرش يعني يهرب منها. العقدة الرابعة والأخيرة هي عقدة السارية أو عقدة عنق الزجاجة، تستخدم لصنع حامل للزجاجات، ويستخدم فيها في التزيين لأن لها منظر جنين، ويستخدموا فيها حتى للحصان كرجام للفرس بدل من اللجام الحديدي أو طرف الحديدة اللي يحطوا فيها في الفك. والاستخدام الأهم اللي يستخدموا فيه في سارية العلم في المراكب الشراعية ولا السفن اللي فقدت الساري الأصلي. طريقة بتاعها ناخدوا الحبل من المنتصف نديروا حلقتين تكون للأمام الخيط، ناخدو الحلقة الإيسار نحطها على الحلقة اليمين ونلفو الحلقة الوسطية جهة اليمين، ناخدو الخيط الوسطي ندخلوه في الحلقة وننزلو هما لوطا. طبعا هذه عقدة السارية أو عنق الزجاجة، ويكون الصاري في وسط العقدة والخيط بتاع العلم ينزل من هنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من العقد اللي درناهم وعرفتوا كيف تديروهم وأهم استخداماتهم، ولو ما عرفتش كيف تديرهم تقدر تعاود الفيديو مرة واثنين باش تعرف تديرهم. والسلام عليكم.